بسم الله الرحمن الرحيم. كيفية تصدير واستيراد اختبار داخل نظام إدارة التعلم الإلكتروني بلاك بورد؟ قم بفتح النظام، اختر المقرر الدراسي المراد عمل تصدير أو استيراد الاختبار بداخله. قم باختيار الجزء الأسفل إدارة المقررات الدراسية، ومنه اختر أدوات المقرر الدراسي، ثم الاختبارات والاستطلاعات ومخازن الأسئلة، ومنها اختر الاختبارات. بمجرد الضغط عليها سيظهر أو ستظهر قائمة بالاختبارات المتاحة في هذا المقرر أو هذه الشعبة. بجوار اسم كل مقرر ستجد قائمة، اضغط على أي من هذه الاختبارات وليكن إما أو، اضغط على القائمة ثم قم بالضغط على تصدير. ستلاحظ أن بلاك بورد قام بتصدير ملف الاختبار بصيغة سكورم، وهذا هو اسم الاختبار Test Export File بهذا الشكل. أما إذا أردنا استيراد اختبار فنضغط على استيراد اختبار ثم استعراض جهاز الكمبيوتر، ومنه قم بالضغط على المكان الذي به ملف سكورم به اختبار مصدر مسبقا، اختر ملف الاختبار ثم Open، سيظهر اسم الاختبار ثم إرسال. وبهذه الطريقة تستطيع تصدير واستيراد اختبار داخل النظام.